السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم. هذه اجمل واطيب تحيه نبعثها لكم تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذه الحلقه الخاصه من برنامجكم برنامج الريس والذي ياتيكم اسبوعيا عبر شاشه قناتكم قناه الريان الفضائيه. لما ذكرت حلقه خاصه لانها خاصه بالفعل وتحمل اخبارا ساره لأهل الهجن ولعشاق هذا الموروث العربي الأصيل سوف نستعرض لكم هذه الأخبار في سياق هذه الحلقة بعد التحية بكم يسرني أن أحيي زملائي وضيفي في هذه الحلقة السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي مدير إدارة السباقات والأنشطة في اللجنة المنظمة سباقات الهجن ومحمد يا مرحبا يا مرحبا مساء اخوي سعد واخواني اللي على الشاشه واخواني الموجودين م. في الاستوديو ومحمد كل ما جيت ان شاء الله الاخبار الطيبه وياك ان شاء الله يطول هل الهجري تستاهلون الاخبار الطيبه؟ والله يطول امر سمو الامير. امين يا رب العالمين امين. اذا التحيه ايضا موصوله بفهد بن علي بن سند المهندي محلل قنوات الريان الفضائيه، ابو علي مساك الله بالخير ويا مرحبا. مساك الله بالنور يا ابو محمد، امسي عليك وعلى المشاهدين وعلى الاخوان الموجودين. ايضا التحيه موصوله بمحلل قناه الريان الفضائيه صالح بن راشد الدعبة المري، يا مرحبا يا ابو راشد مساك الله بالخير. الله بالخير، امسي عليك وعلى الاخوان وعلى المشاهدين بالخير. التحية أيضا موصولة لأخوي العزيز سالم بن محمد السندوانة محلل قنوات الريان الفضائية أبو محمد يا مرحبا ومسهلا الله يرحب بك ومثلا مسيك بالخير ومسي أخوانا الموجودين وضيفنا أخوانا مبارك والمشاهدين مشاهدي قناة الريان يا مرحبا بكم نذكركم مشاهدين الكرام بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر وسم برنامج اندرسكور الريس على موقعي تويتر وعلى الانستغرام فمرحبا بكم مرحبا بمشاركاتكم التي دائما تصب في مصلحة هذا البرنامج وتصب أيضاً في مصلحة هذه الرياضة اقتراحاتكم وأراءكم اللي محل ترحيب عندنا في البرنامج وأيضاً عند الأخوان في اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة أبو محمد يا مرحبا بكم ومسهلا لا شك بأن المشاهدين ينتظرون الأخبار الطيبة لكن قبل ما نسمع الأخبار هذه إن شاء الله السباقات مستمرة ولله الحمد في ميدان الشحانية خلصنا من مهرجان كبير مهرجان المؤسس الآن إحنا في سباق محلي هو السباق المحلي السابع وعنده بعد ذلك مهرجان سيدي الامير الوالد ومهرجان عندنا سمو الامير عندنا الثامن الثامن نعم نعم عندنا الثامن وعقبه مهرجان سيدي سمو الامير ان شاء الله الوالد وبعدها ان شاء الله مثل ما تقول مهرجان سمو الامير ودرهم التحدي نعم ابو محمد في البدايه هل صار تعديل على جدول برنامج السباقات لهذا الموسم؟ صار تعديل بعد ما صار تنسيق بيننا وبين الاخوان في نادي سباقات الحجن في دوله الكويت الجماعه صار عندهم قدموا لنا دعوه لحضور مهرجان الكويت ومهرجان الكويت بيكون في تاريخ 9 2 اه وينتهي في 14 2 على ضوها لجنه منظمه سباقات الهجن اجتمعت وكنا مجتمعين مع اخونا حسين أبو بدواس رئيس نادي سباقات الهجن بدولة الكويت وصار تنسيق بيننا وبينهم في المواعيد وفي التواريخ فعلى ضوها حددنا احنا التمهيدي السابع في موعده والتمهيد الثامن بيكون ان شاء الله مثل ما هو معلن ان شاء الله بنعلن عنه اليوم ان شاء الله اللي هو يبدا تاريخ 2 2 وينتهي تاريخ 7 2 ان شاء الله. أه. السباق المحلي الثامن يبدا 2 2 وينتهي 7 2 نعم 7 2 ومهرجان دولة الكويت الشقيقة يبدا 9 2 9 2 وينتهي في 14 2 أه. نعم على ضوء هذا احنا حددنا التواريخ هذه ونسقنا مع الاخوان في دولة الكويت على مواعيد مراكزنا واخرنا مهرجان سيدي سمو الامير الوالد لين يبدا في 2 3 وينتهي في 13 3 ان شاء الله ان شاء الله راح نستعرض الجدول بعد شوي مع مشاهدينا الكرام الله. التنسيق هذا ابو محمد مع الاخوان الاشقاء في دوله الكويت الشقيقه بعد توجيههم الدعوه لملاك الهجر القطريين للمشاركه في بطوله الكويت لا شك بان هذا التنسيق مثمر ويصب في مصلحه اهل الهجر ما في شك احنا في المهرجانات الرئيسية اللي مثل مراكز التعاون الخليجي كنا ننسق مع أخواننا في دولة الإمارات وفي دولة في نادي المرموم وفي نادي الكويت لكن الحين بعد الحصار القاشم على دولتنا دولة الحبيبة دولة قطر ننسق مع أخواننا في دولة الكويت والترتيب بيننا وبينهم الحمد لله رب العالمين من السنه اللي راحت الفاتت والسنه هذه تنسيق طيب وفي تعاون بيننا وبينهم كل ما يبغون منا احنا مستعدين فيه من ناحيه موظفي لجان وتنسيق وتنظيم وفي نفس الوقت احنا نستعين فيهم في بعض الامور مثل هذه ممتاز نعم ودائما التعاون يصب في مصلحه حل الهجر ما في كلام احنا 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 وجدنا في هذا المكان لهذا الموضوع اللي هي مصلحه حل الهجر نعم اذا مثل ما سمعنا من الاخ مبارك النعيمي بان هناك تعديل على جدول السباقات نظرا لاقامه بطوله دوله الكويت الشقيقه اللي نتمنى لها ان شاء الله التوفيق والنجاح وللساده القائمين على تلك البطوله النجاح في تنظيم هذا الحدث الكبير الذي سنتشرف بالمشاركه فيه كملاك هجن قطرين اذا السباق المحلي الثامن سيكون باذن الله تعالى في الثاني من شهر فبراير القادم وسيستمر لغايه السابع من فبراير بعدها ستبدأ بطولة الكويت بحول الله تعالى في تاريخ التاسع من فبراير لغاية الرابع عشر من فبراير وسوف يكون مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد بدءًا من الثاني من شهر مارس لغاية الثالث عشر من الشهر ذاته شهر مارس شهر ثلاثة وبالتالي سيكون مهرجان سيف سيدي سمو أمير البلاد المفدى بدءا من 30 مارس 30 3 لغاية العاشر من شهر أبريل من 30 3 إلى 10 4 إذا هذا هو جدول أبرز السباقات ايضا درهم التحدي في وقته في 25 4 ان شاء الله في 25 4 اي نعم بس التمهيدي الثامن بدي اوضح فيه احنا نبدا تاريخ 2 وبنتي تاريخ 7 الايام ست ايام متواصله طبعا. يعني يعني ما في سن حق السن الصغير والسن الكبير كلها بيكون كلها متواصله أه. ركض الصبح وركض مساء يعني نبدا يعني من السبت؟ نبدا من السبت ركض حقائق الشيوخ أه. يوم الاحد بيكون الحقائق الشعب يوم الاثنين الصبح اللي الشعب والعصر اللي الشيوخ <applause> وعلى ضوها الجذاع والثنايا والحيل لين اخر يوم عندنا يوم الخميس ان شاء الله طبعا جرت العاده انه يكون في اسبوع صغار واسبوع كبار نعم في المحل الثامن بتكون كلها دفعه واحده دفعه واحده متواصلة. من السبت لغايه ايه نعم عشان نعطي أعتبر. فرصه حق اللي يبغى يشارك في دولة الكويت وفي نفس الوقت نعطي فرصه لأيام ان يكون مركز سيدي سمو الامير الوالد ان الايام ما يكون ايام طويله على اهل المشاركين عشان هجنهم ما تختل ولا تاخذ اكثر من 30 يوم في المرة. نعم. علي اللجنة المنظمه لسباقات الهجن تضع دائما في عين الاعتبار مصلحه اهل الهجن قادمه بطوله كبيره تعطي المجال للي حاب انه يشارك اللي حاب انه يجهز حلاله ايضا لمهرجان سيدي سمو الامير وادي وبالتالي جاء هذا الاعلان حتى تكون الامور واضحه تخبر انت راعي المطيه وده يعرف مواعيد السباقات قبلها بفتره. احنا ابو محمد نشكر لجنه المنظمه لسباقات الهجن على على وقفتهم وعلى متابعتهم وتنسيقهم احنا كنا متوقعين ابو محمد وليهم الربع انها نعم ال... بيكون في تعديل متوقعين من لاك الهجن انه راح يكون في تعديل ونشكر لجنه المنظمه صراحه لراعت مشاركه ملاك في دوله الكويت روحتهم وجيتهم وفقت المركز التمهيدي الثامن وعطت فرصه للي بيرجع من الكويت يقدر يشارك في مهرجان سمو الامير الوالد صحيح انا عندي سؤال اخوي مبارك بخصوص التمهيد الثامن دوره البصير بتكون نفس نفس مع نفس نفس الجدول بتكون الفتره المسائيه نعم الفتره المسائيه نعم ونفس نعم شغالين المدنيين شغالين نعم الله يجزاكم خير ان شاء الله نعم اذا السباقات مستمره في ميدان الشحانية وفي ميدان البصير ابو راشد انا بسالك عن مشاركه ملاك الهلج القطريين في بطوله الكويت الشقيقه لا شك بانها بطوله مهمه عندك ابو لا شك بان بطوله دوله الكويت الشقيقه التي تقام في ميدان الشهيد فهد الاحمد الصباح طيب الله ثراه هي من البطولات المهمه اللي يضعها مالك الهجن القطري على اهم اولوياته ويضعها على رزنامه الاحداث في المنطقه. كيف ستكون مشاركتكم في بطوله الكويت الشقيقه؟ اولا لا يفوتني بالشكر اخواننا في اللجنه المنظمه سباقات الهجن عندنا في قطر على حرصهم وعلى مبادرتهم في التنسيق بين مواعيد السباقات حرصهم على استعداد اخوانهم في المشاركه بحيث انهم يحاولون قد ما يقدرون في تنسيق السباقات ولا يفوتني كذلك شكر اخواننا في النادي الكويتي على ارسال الدعوه وعلى تنسيقهم مع اخوانهم كذلك وهذا كلها تعود من لاهل صحيح. وبالنسبه للمهرجان يحمل اسم غالي على قلوبنا احنا اهل قطر في الكويت كلنا نحرص احنا اهل قطر في المشاركه في في مهرجان الكويت اهل الكويت غاليين عندنا وحطوا عندهم مهرجان وامير الانسانيه غالي الله يطول عمره له معزه خاصه عندنا احنا كلنا ان شاء الله مستعدين ان شاء الله وراح نشارك ان شاء الله في, في المهرجان ونشكرهم على تنسيقهم في مع لجنتنا فيما في مصلحة هالهجوم أيضا ملاحظة فنية أبو محمد شاهدتها من خلال استعراضنا للجدول بأن العائد من بطولة الكويت سيجد وقتا كافيا للمشاركة في أحد أكبر المهرجانات عندنا في الدولة أيضا مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الله يحفظه ويطول عمره الأمير الوالد يبدأ بتاريخ 2 آه مارس فبالتالي عندك الوقت الكافي أنت كمشارك في دولة الكويت أنك تشارك اخواننا في دوله الكويت فرحتهم وايضا تشارك في احد اكبر السباقات اللي يحتضن ميدان الشحانيه اول شيء نشكر اللجنه المنظمه سباق الهجن آه هذا شيء غريب على آه لا اللجنه في قطر ولا اللجنه في الكويت التنسيق هذا الحين هذا اللي الملاك الهجن يبونه يعني بعضهم يبغى يروح يشارك في المهرجان الكويت في نفس الوقت يبغى يكون عنده وقت كافي انه يرجع طال عمرك آه قبل مهرجان سمو الامير الوالد يكون عنده وقت كافي فنشكرهم كل الشكر لان هذا فعلا وقت كافي لما تخلص الركض 14 2 2 في الكويت صحيح وعندك هنا يبدا اثنين يعني عندك تقريبا حوالي تتكلم صحيح. عن 18 يوم فرق وقت كافي تعرف التحميل وعن طريق البواخر مشكورين صراحه للتنسيق دائما اللجنه في الدوحه معودينا كل سنه يحطون الجدول حق السنه كامله موجود قدامك صح ولكن نظرا لحاجه الملاك اذا طلب انه يتغير غيره لصالح الملاك الهجن وهذا العام شفناها والسنه شفناها وهذا مو بغريب لما نقول مو بغريب لأنه في العام حصل نفس الموقف وغير الموعد للسباق والسنه هذه بعد يشكرون انهم بعد انتبهوا للنقطه هذه احنا كلنا نحب الكويت ونحب صباح الامير صباح ونحب نشاركهم مثل ما هم يشاركونا ونبي ودنا نحضر هناك ودنا طال عمرك نشارك وفي نفس الوقت ودنا بعد ما نفوت مركز سمو الامير الوالد فجزاهم الله خير الحين راعي الهجن ما له حذر اللي عنده مطيه سبوق، يقدر يروح يشارك في المهرجان الكويت ويقدر يرجع ان شاء الله ويتناومس في المهرجان واللي مو برايح الكويت يقدر يشارك في التمهيدي الثاني كلها أريحية بدون أي ضغوطات بدون أي شيء صحيح نعم. لأن بيبدأ السباق المحلي الثامن من اثنين من اثنين وينتهي في تاريخ سبعة أي من اثنين اثنين ينتهي وينتهي في سبعة اثنين نعم اللي يبغي يروح يقدر يروح واللي ما يقدر يروح عنده فترة يعني من بين التمهيد الثامن لين مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الفترة كافية صحيح بس في سؤال بس واحد هل في محل أعتقد في محل التاسع؟ في وقت بيبين المحل التاسع لانه بي... بيكون اذا بدينا اثنين ثلاثه وانتهى اعتقد كم؟ لا شوف احنا احنا حاولنا التميد التاسع انه يكون له مكان للامانه يعني احنا لو حطينا التميد التاسع بيكون عندنا مهرجان سمو الامير الله يطول عمره بيتاخر زياده وفي نفس الوقت التحدي بيجينا في رمضان فاحنا ضحينا بالتميد التاسع لاجل المهرجانات الكبيره ما توصل لمرحله رمضان. ان شاء الله ان شاء الله. ابو محمد في انتظار الاخبار الساره ان شاء الله. و الهجن كلهم متشوقين إن شاء الله يسمعون الأخبار الطيبة مثل ما عودتهم قطر بلادهم ومثل ما عودهم ميدان الشحانية ونقول قبل ما نسمع الأخبار الطيبة الله يطول بعمر سيدي أمير البلاد المفدى الله يحفظه ويطول عمره آمين آمين أمير القلوب آمين آمين <applause> آ... الأمير الله يحفظه يدعم الهجن ويدعم كل أشكال الرياضات ويدعم كل الأمور الطيبة هذه الجوائز. يمكن المخرج اعطاني اياها قبل ما تعلنها انت ابو محمد لكن ابيك تعلنها ابو محمد. آه والله اهل الهجن يستاهلون طويل العمر اللي يطول عمره مكارمه كبيره وكثيره. عند <applause> ابو آه مكارم سيدي سمو الامير طال الله في عمره واهل <applause> الهجن يستاهلون اكثر من هذه الجوائز لكن المكرمه جاتنا من سيدي سمو الامير من المسؤولين على هذه الرياضه ان مركز سيدي سمو الامير الوالد يكون جوائز الشوط السيف اللي هي 5 مليون ريال. بالإضافة 2.5 ونص إلى واحد ونص إلى واحد مليون إلى خمسمائة ألف وهذه مش غريبة العام العام اللي طاف كانت موجودة من مهرجان المؤسس لين وإن شاء الله المكارم جاية وفي مفاجات جايه بعد هذه هي بعد في مفاجات عندك سعد ممكن تعلنها بعد نعم اذا مشاهدينا الكرام شوط السيف شوط ابناء القبائل شوط الهجر اللي بتشارك فيه من داخل الدوله ومن خارج الدوله مرحبا بضيوفنا الاعزاء من كل دار في هذا الشوط الذي ستصل مجموع جوائزه الى 10 مليون و500 الف ريال 10 مليون و500 الف ريال هي مجموع جوائز شوط السيف الخاص بالجماعه، المركز الاول سيحصل وسيحظى على شرف الناموس والسيف ومع السيف 5 مليون ريال، المركز الثاني مليونين ونص، المركز الثالث مليون ونص والمركز الرابع مليون ريال والمركز الخامس نصف مليون ريال قطري وبالتالي مجموع هذا الشوط التاريخي عشرة ملايين وخمسمية ألف ريال قطري الله يطول عمر آمين الشيخ تميم وحظه <applause> يا رب العالمين إذا هذا الخبر لا شك بأنه سيعطي المشاركين في شوط السيف أكيد بيعطي الزخم آه والحماس, والحماس والإثارة. وهذا إحنا متعودين على اللي يدشون الشوط شوط السيف السيف يحمل اسم غالي علينا سيدي سمو الامير الوالد طال الله في عمره وطال الصحه والعافيه هل الهجن يستاهلون مكارم سيدي سمو الامير كثيره وال10 مليون و500 هذه متعودين عليها السنه اللي راحت صحيح. والسنه هذه بترجع ان شاء الله ورجعت الحين أه بالنسبه اشواط السيف اي انا الحين بجيك الحين في الشوط زين فضل. احنا الحين الكلام للمشاركين ومشاهدينا الاعزاء في السابق نعرف ان اللي بيشارك في شوط السيف لازم يكون متأهل والتاهيل يكون عن طريق المطيه اللي ماخذه ما مركز اول او في رصيدها ماخذه ما مركز اول في شوط رئيسي او ماخذه ما سياره صح ولا لا نعم هذا او من من الخمس بشوط الرمز نعم. صحيح الان هل الهجن ودهم يشاركون في هذا الشوط شوط مجموع جوائزه 10 مليون و500 الف انا عندي مطيه السبوق لكن الله ما كتب لها التاهل نعم. فبنسمع الخبر السار من عند ابو محمد آه المكارم كثيره واللجنه المنظمة سبقت الهجن درست هذا الموضوع ورفعتها للمسؤولين آه شوط السيف بيكون مفتوح للجميع من عنده القدره انه يروح شوط السيف يروح بدون اي تاهيل شوط مفتوح لجميع لجميع المشاركين آه اشواط يستاهلونها اشواط الرموز آه <applause> سن الثنايا وسن الحيل والزمول مفتوحه بدون اي تاهيل بعد يقدروا <applause> يروحون يشاركون فيها آه ما عاد في تاهيل بس الشروط اللي عندنا المطيه اللي لها تاريخ انها عواصه او مسجله عندنا في هذا الشوط ما راح تسجل عندنا اوتوماتيكيا نعم تلقى من هذا التسجيل ان كانت مطيه وان كان بعير اي مطيه لها تاريخ انها عايصه في الدوره عندنا او لها سيفي انها من العواصه هاي راح نمنعها ودنا الكل يستفيد ودنا الكل يفرح ودنا الكل يفوز المسؤولين على هذه الرياضه ما حطوا هذا الشيء اللي يبغون تعم على هالقطر وتعم على على هاله هالهجن وهذه مكارم والله يطول عمر سيدي سمعان امين اذا مشاهدينا الكرام ستكون المشاركه في اشواط الرموز في سني الثنايا والحيل والزمول مشاركه مفتوحة لا تتطلب التأهيل من أجل المشاركة في هذه الأشواط إذا جميع أشواط الرموز في سن الثنايا والحيل والزمول ستكون مفتوحة ولا تتطلب من المشارك وجود بطاقة تأهيل من أجل المشاركة في هذه الأشواط إذا الباب مفتوح على مصراعيه يهل السبق هذه الجوائز الطيبة وهذه الرموز اللي عنده المطية السابق اللي إن شاء الله تجمله يا مرحبا به مسلة يقول الميدان يقولون اللجنة بعد عندنا طال عمرك في مركز التحدي احنا كنا الاول نأهل خمس من اشواط الرموز الاشواط المفتوحه ونأهل ثلاث من أشواط الإنتاج صحيح. أشواط الإنتاج لها نفس ميزة أشواط لها خمس مطايا يا سلام نعم مفتوح تأهل خمس مطايا من أشواط الرموز الإنتاج نفس أشواط الخمسة مفتوحة تأهل أشواط التحدي نعم هذه كلها في أشواط التحدي مفتوح لهم التأهيل الحمد في أشواط التحدي هل الإنتاج وهل الإنتاج نقول لهم أبشروا بالخير من مركز سيدي سمو الأمير الوالد في أشواط بتكون لهم طيبة اشواط زياده لهم حتى السيارات العينيه بتكون لهم جوائز افضل من الجوائز اللي راحت ونقول حق هل الانتاج ابشروا بالخير وهل كلكم ابشروا بالخير واللي جاي ان شاء الله كله يبشر بالخير نعم أيوة. اذا ابو محمد قبل كان التاهيل لاشواط الانتاج ثلاث مراكز صحيح الحين مساواه بالاشواط المفتوحه خمس مراكز تتاهل في اشواط الانتاج هي الخمس مراكز الاولى صحيح خمس مراكز الاولى من سن الحقائق إلى سن الحين في اشواط التحدي تاهل خمس مراكز ممتاز نفس اللي اشواط المفتوحه تاهل خمس فحط سويناهم هالانتاج مساواه باخوانهم في اشواط المفتوحه نعم, نعم. 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 هذا الخبر طيب لهالانتاج يا ابو الله وجهكم. صراحه يستاهلون هالانتاج وخطوه طيبه لانها دائما في الاشواط المفتوحه ابو <applause> محمد أه اعتقد التاهيل اذا انشرت المؤسسه اخذت السابق نعم يروح يتاهل السادس اللي بعدها نعم نعم السادس في التاهيل فاهل الانتاج دائما ترى ما يبيعون ولانهم هم اللي يركضون في شوط الانتاج صحيح متمسكين فانت اعطيت فرصه للرابع والخامس انه يشارك في مهرجان التحدي صحيح نود وده يشارك في مهرجان التحدي صحيح بيض الله وجيهكم وجزاكم الله خير على هذه البادره وعلى هذه المكارم اللي غير مستغربه من سيدي صاحب السمو امير بلاد بن نعم آه بعد عندنا مراكز الصيفية السنة احنا العام اللي راح مثل ما قلت لكم سعد يمكن تكلمت عندك في الحلقة هنا ان احنا قاعدين ندرس ان نسوي مراكز حق سن الحقائق لان في ناس تعسف سن المفروضة صح. وفي ناس ما تعسف السن المفروضة تعسف حقه صحيح فاحنا السنة هذه ان شاء الله بيكون عندنا ان شاء الله من بعد نهاية مركز التحدي بيكون عندنا مراكز لسن الحقائق لأن بدايه الموسم الجديد ان شاء الله الحمد لله نعم بنصير مراكض حق سن المفاريد وسن الحقائق يا سلام هذه السنه هاي بتطبق عندنا ان شاء الله في ميدان الشحانيه الحمد لله والامور كلها طيبه وكلها تصب في مصلحه هذه الهجن ان شاء الله نعم. اذا السباقات مستمره حتى في المقيض بعد هناك سباقات لكم يا اهل في السابق العام الماضي طبقت اللجنه المنظمه لسباقات الهجن سباقات مقننه تحت اشراف ومظله اللجنه المنظمه لسباقات الهجن لسن المفاريد، بعد نهايه هذا الموسم ستكون هي السباقات ذاتها ولكن باضافه سن جديد هو سن الحقائق وبالتالي ستكون هناك اشواط لسني المفاريد والحقائق بعد ختام الموسم وستكون هذه السباقات تحت اشراف وتحت تنظيم اللجنه المنظمه لسباقات الهجن. وبالتالي ايضا ابو راشد وعليها فحوصات سباقات مستمره وايضا تطبق عليها كل الشروط كل الشروط وبيكون كنا نفحص احنا المركز الاول في الصيف أه. على المفاريد فراح أه. نطبق ثلاث مراكز فحص ثلاث مراكز ممتاز لكل سن نعم للمفاريد, نعم. وللحقائق. للمفاريد الحقائق؟ للمفاريد والحقائق راح نفحص ثلاث مراكز ليكون تكون العمليه دقيقه ومرتبه ونظمة ممتاز نعم. وايضا هذا الشيء بيساعد على السوق العمليه الشرائيه بتكون الشرائية موجوده تجهيز. ليش؟ لانك تشتري مطيه مفحوصه صحيح. اولا اقدم الشكر سيدي سمو الامير على دعمه الغير مستغرب لهذه الرياضه وبحمد الله يطول عمره مثل الغيث اللي يروي الارض وعلومه طيبه والله ان شاء الله يطول عمره امين ذخر <applause> الاسلاميه كلها. الشكر كذلك للجنة ومثل ما تكرم أخونا مبارك كلها أمورهم في مصلحة ملاك الهجن حتى في المراكز الصيفية الفطامين معروف ركض الفطامين وترتيبها الإضافة الجديدة ركض الحقائق صار. بعض الحقائق جهة مثل العراقيل في الموسم فيضطر رعيها أنه يرتبها إن, إن شاء الله علشان تواصل الموسم جاي يعينها جاهزة وبعضهم ما عسف هلا حقه بعد و... في المراكيض تكون مستمرة اللي عنده عسايف اللي عنده حلال ما توفق في الموسم ويكون عنده اتاحه فرصه يجهز حلاله في اللجنه يكون ترتيب فحص وترتيب اللجنه ترتيب كل شيء هذا بادره طيبه ونشكرهم عليها وعندي سؤالين لخ مبارك اللي هي بخصوص السؤال الاول بخصوص التحميل الكويت اذا فيه هجرات طريقه التحميل وكيف الاجراءات اللي اللي عندها رغبه يروح الكويت السؤال الثاني بخصوص شوط السيف الحلال اللي رفعتوا عنه التهيل هل الموضوع هذا خاص بعد الاخوان الخليجيين اللي يرغبون في المشاركه فيه احنا مثل ما قلت لك احنا ما عندنا ما عندنا ما نميز بين احنا العمليه كلها مفتوحه عندنا بالنسبه للمواطن والخليجي فنقول لهم يا مرحبا ومسهلا واللي بيجينا من رحبه وميدان التحدي مفتوح من سنوات طويله طال طول عمر سيدي الاموي فعمرنا ما منعنا احد من المشاركه مو غريب بالنسبه بقى. لها الكويت سالتني سؤال الاول عن هالكويت الكويت. يسالك عن التحميل. التحميل عن نعم التحميل احنا في الحين في دراسه هذا الموضوع مع مع شركات التحميل وان شاء الله لو جاء وقتها راح نعلن عن الموضوع. ان شاء الله نعم يعني بيكون فيه بواخر مجهزه لنقل ملاك الهجم من احنا للحين ما إيه بس في دراسة, في دراسه. في دراسه للموضوع لكن احنا لا تعرف الدراسه هذه يحتاج نعرف كم عدد الهجن اللي بتروح وكم كم. عدد وهذه تحتاج لها مبالغ معينه ندرسها نرفعها للمسؤولين على ضوءها راح نحدد الموضوع هذا. اذا هناك دراسه من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن اجابه على سؤال الاخ صالح بن راشد الدعبه اللي سال عن وسيله النقل وتجهيزها من اجل مشاركتها للهجن القطريين وايضا ضيوفنا اللي موجودين عندنا في قطر وحاب انه يشارك في دوله الكويت فاكيد بان هذا الشيء مثل ما كان في العام الماضي مرحبين فيه اللجنه. فقال مبارك نعيمي أخوي مبارك مدير إدارة السباقات والأنشطة في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بأن هناك دراسة لهذا الموضوع لمعرفة عدد الهجن التي ستذهب من أجل المشاركة في بطولة الكويت وبالتالي سيكون هناك دراسة للكلف والمبالغ المادية التي سيتطلبها ذلك وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق سؤالي لك أبو محمد عن اهتمامك انت وتحديدا فزت برمز في اشواط الانتاج. الان هذا الخبر السار من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن بتأهيل الخمس المراكز الاولى في السابق كان التأهيل يقتصر على ثلاث مراكز من اجل المشاركه في درهام التحدي، الان التأهيل للخمس المراكز الاولى. هذه بادرة طيبة من اللجنة ان مساواة المنتجين بالاشواط العامة، لان احنا شفنا العام وشوفنا السنة هذه المطاعم تركض تسبق الإنتاج راحت في الرموز المفتوحة وسبقت في في شو اسمه أشواط مفتوحة. فهنا طال عمرك أعطوا فرصة للمنتجين أن بدل ما تتأهل ثلاثة تتأهل خمس في حالة راحت مطية استباعت أو شيء تروح التأهيل للمعجة. للمركز السادس فصدقني اكثر الناس الحين اللي يروح الرمز يعرف انه مثلا ممكن يجي رابع ممكن يجي خامس ممكن يجي سادس على الرمز وتكون عنده فرصه يتاهل بتهيد. هذه بادره طيبه وبعد حسب ما سمعنا انه في بعد فيه اشياء جايه ان شاء الله بعد بتكون من صالح المنتجين اشواطهم وكذا فاحنا نقول شكرا لان المنتجين يتعبون وينتجون ويطلعون السبوق من 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 عقب عسافه وفي نقطة بتكلم عنها نقطة مهمة اللي هي طال عمرك يشكروا عنها اللجنة اللي هو ركض المفاريد وركض الحقائق. الحقائق. السنين هذه احنا نعرف انها في الموسم اللي بعده تنتقل المفاريد حقائق والحقائق لقايا. وهذا السن هذا السن مرغوب ويحطوا له تسعيره. صحيح. عندنا هنا. فراعي الحقة بيعرف مستواها من القيض. فمن القيط خلاص بيكون عارف مستواها ويبدا الموسم ما راح يخلي عنده الا حق السبوق. وبتشوف السنة الجاية إن شاء الله مثل ما ما شفنا السنة هذه في مستوى في الحقائق، أتوقع السنة الجاية من بداية الموسم بتشوف مراكيض قوية في سن الحقائق واللقاية. من بداية الموسم. من بداية الموسم. شوف احنا احنا على فكرة الأشياء هذه اللي درسناها غير هذه كلها مقترحات من الملاك وأهل الهجن. طرحوها آه علينا وإحنا على ضوءها يمكن فيها أكثر من من اجتماع مع أخوي عبد الله محمد الكواري نائب الرئيس واخوه الاعضاء في اللجنه ورفعناها للمسؤولين والحمد لله عينت يعني قبول قبول من من المسؤولين وهذا الشيء يعني برنامجكم برنامج اخوي سعد وبرنامجكم انتم هنا تنقلون لنا اراء ما يحتاج نعم هل الهجن واحنا على ضوء متابعين لكم ونسمع هذه ونرفع المقترحات وممكن المقترح انه ممكن ما يرفع السنه ممكن يعني يعطى وقت لكن احنا موجودين لخدمه هذه الرياضه يعني. والحمد لله رب العالمين الامور جايه يعني كل مالها كل سنه افضل من سنه وكل نعم والامور كلها طيبه ان شاء الله. إن شاء الله. في ابو محمد سؤال من اخوك عبد الله بن سعيد العيده اللي يسلم عليكم مشاهدينا الكرام الله ايضا ويمسيكم الحاضرين ممكن استفسار يقول العيده هل عدد الهجن المشاركه في شوط السيف محدده العدد ام ان هناك اجراء في مساله ضبط الاعداد المشاركه ولا المجال مفتوح؟ م... يشارك المجال يشارك. مفتوح بس احنا نتكلم عن اشواط اشواط المفتوحه الناس لا تفكر انها اشواط الشيوخ نتكلم عن اشواط العامه اي نعم اي نعم هي اشواط الشعب مفتوحه لهم بدون تاهيل هو سن الثنايا وسن الحيل اشواط الشعب مفتوحه لهم اللي يبغى يدخل في الرموز هذه الاشواط مفتوحه لهم ونقول لهم يا مرحبا مسهلا فيكم الجوائز معروفه اشواط الرموز حق خمس مراكز ما راح تدخلها الا اللي عنده لها تاريخ بس احنا فتحنا العمليه هذه ورفعنا للمسؤولين واعطونا الضوء الاخضر فيها عشان ما نمنع احد من المشاركه صح ونبي نبتعد من عمليه ان التاهيل التاهيل وما التاهيل التاهيل اللي هو الدين والحلفة وهذا المجال مفتوح للجميع اللي يشوف مطيته سبوق يحضرها الميدان بس اهم شيء يكون إن المطيه انها سمعتها طيبه من ما لها تاريخ انها تعوص او ما تعوص وما ولا المجال مفتوح وراح نفتح المجال للتسجيل انه يسجل اوتوماتيكيا صح. وانا اعتقد بعد ابو محمد ان راعي المطيه هو ادرى هو ادرى بمطيته ادرى بمستواها نعم. نعم. يعني الجوائز نعم. ما راح يوديها نعم. جوائز خمس صحيح وفي من نخبه الهجن من نخبه النخبه صحيح صح. والجوائز كلها حق خمس مطايا صح. يعني المركب اللي طاف فيه تقريبا حوالي 31 ناقه صح. بكره لو لو فتحنا المجال هذا الناس كم بتزيد؟ بتزيد 10 مطايا مثلا العرب تبي سيارات تبي تفوز تحت مو بالكل يبغي يروح شوط الربع صح, صح, صح وبعدين الذكي بيخلي الناس تجتمع في الشوط الصيف وبياخذ له السيارة وياخذ له نعم, نعم واحنا واحنا على فكره ترى اشواط الشعب زايدين عدد الاشواط وزايدين عدد السيارات نعم زايدين نعم نبي نسمع منك نعم هذا الخبر نعم الحين نعم نعم ابو محمد في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد طبعا المهرجان المؤسس الله يرحمه ويغمد روحه الجنه امين يا رب عمين العالمين اعداد السيارات 203 وثلاث سيارات نعم مهرجان سيدي الامير الوالد الله يحفظه ويطول عمره، ماذا عن الجوائز العينيه؟ طبعا بتكون 50 رمز اعتقد صحيح نفس الرموز ايه هي نفس هي نفس الرموز ولكن اه ماذا عن الجوائز العينيه وماذا عن عدد الاشواط؟ وتحديدا اسالك ابو محمد على السن الصغير اللي هو اعتقد اللقاي <applause> واجهتكم فيه يمكن بعض سن الامور سن سن اللقاي بالذات نعم نعم احنا راصدين للحين 220 سياره ما شاء الله نعم لكن احتمال يكون في زياده في العدد هذا عدد الاشواط راح تزيد خاصة في السنه جاية بيزيد العدد هذا والمنتجين راح تزيد اشواط عدد اشواطهم خاصة ونحاول قد ما نقدر لان احنا زيادتنا على عدد الكشوف على عدد المطايا الفعاله اللي ركضت في الشوط احنا ما نروح على عدد المطايا المسجله وللعلم مركز المؤسس يمكن في اشواط في ناس سجلت فيه اكثر من يمكن مالك واحد سجل يمكن اربع خمس مطايا احنا عندنا نظام في اللجنه اللي يسجل في الشوط ولا يركض نحذف مطاياه وهذا يمكن سمعتوا عنه ولا لاحظتوه في فتره المهرجان المؤسس <applause> نحذفها لأنه ولو يبغى يعيد مطيته هذه لازم يحضرها لنا ونشوفها <applause> لان بعض الحلال قدر قدر مريحه وقد في الرعيه فهو يسجلهم في الشوط يخرب على علينا وعلى المالك وعلى المضمر وعلى اللجنه ان كان عندنا عمليه الترتيب في الاشواط مش مرتبه فاحنا نظرنا لهذا الموضوع وعملنا له دراسه وقمنا نحط عدد الاشواط وعدد السيارات والجوائز على عدد الهجن اللي تركض في في الشوط صح. نعم صح. زين ابو محمد شنو الاجراء مثلا احنا ايضا نطالب من الملاك ملاك الهجن وهذه رساله نوجهها للبعض احنا نقول بان غالبيه الهجن بل معظمهم بنسبه 99% ملتزمين يتجاوبون استجابة سريعة مع كل قرارات اللجنة المنظمة للسباقات اللجنة نشكركم يا مشاركين على هذا التعاون اللي في نهاية الأمر لمصلحتكم ولكن هناك بعض الناس اللي يسجل مطيته يمكن أن ولكن يسجل في الأشواط وبالتالي يحرم على غيره فرحة المشاركة ولذة المشاركة فشنو الإجراء المتخذ محمد مع هالناس وما هي رسالتكم التوعوية لهم والله احنا بلغناهم في اكثر من رساله واكثر من توضيح احنا دورنا طال عمرك في ناس مراقبه للشوط تحضر من اللجنه تحضر في التحضير داخل وتاشر على المطيه اللي حضرت والمطيه اللي ما حضرت تاشر عليها بعلامه اكس وتبلغ الجماعه المراقبين في الميدان ومكتب التسجيل عندنا هناك في ناس شغالين اثناء السباق على ضوءها نحذفها من السيستم لو جاء مالكها ويبغى يعيد يعيدها نقول جيب مطيتك في لجنه موجوده لجنه يراسها حسن بن زايد العتيبي واخوانه الاعضاء يحضر المطيه نعيد تصويرها من جديد نعيد المطيه بعض الحلال اللي يجينا مثلا مش مطيه تدريب ولا مطيه ركض تحصلها جايتك يا انها من الرعية حتى شعراتها غير ترتيبها غير بعضهن يعني للامانه يعني كانها قليصه يعني فهذا الشيء هذا يضر مزعج يضر إخواننا المشاركين ويضرنا احنا كلجنه ويضرنا في ترتيبنا للاشواط وحتى في التحضير احنا في شوط من الاشواط تفاجئنا اللي مسجل فيه 23 واللي حضره سبع فهذا من الاشياء اللي تضر الركض وتضر العمليه <سؤال> السليمه. في الحاله هذه اذا حضرت سبع مطايا والمسجل 23 شو الاجراء؟ اللي الاجراء الان نحذف المطايا اللي موجوده في الشوط بس السبع تقوم في الشوط؟ شو نسوي؟ نجبر على الشيء هذا فهذا هذا من العمليه اللي احنا نخلانا ندقق على الاشواط وندقق على عمليه التسجيل والحضور والانطلاقه في الشوط والمطايا الفعاله والمطايا اللي مش فعاله في الشوط فهذا الموضوع يعني نتمنى من الملاك ونتمنى من اخواننا انا في واحد من الملاك جاني المجلس صراحه البيت المجلس وقال لي يا مبارك والله العظيم يعني كلموه الجماعه وجاني يعتذر فقالوا هذه والله العظيم ما اعرف عنها شيء هذا المطايا مكنسله في الرعيه اللي مسجلها المضمر وانا ما ادري عنها ولا اعرف عنها شيء تلحقني غرامه انا سمعت تلحقني غرامه مبلغ يعني وقدره قلت له ما يلحقك شيء ان شاء الله بس بلغ مضمرك يعني انه ما يسوي الشيء هذا والمضيع احنا اوتوماتيكيا احنا حذفناها قال لا بالله احذفوها لان هذه اصلا من الامر ام كنسلها فهذا الشيء يعني احنا ما نرضى والمضمر والمالك ما يرضى فهذا كان دور اللي عنده التسجيل ودور المضمر راح نتمنى هالشيء ما يتكرر ان شاء الله ابو محمد ملاك الهجن مستغلين وجودك في طرح بعض الاسئله الاخ سعيد بن جهويل يسلم عليك ويمسيكم بالخير يوجه فيه. لك تحيه ابو محمد يقول هل هناك دراسه منكم في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن لزياده عدد اشواط الانتاج في السباقات صحيح. سواء المحليه ولا في انا هذا فيها انا قلت <applause> احنا احنا مركز تركيزنا اكثر شيء على اشواط الانتاج <applause> للامانه يعني لو لو لاحظ جدول المؤسس يختلف عن جدول المؤسس السنه اللي فاتت في الانتاج آه، كل مركار نزيد عدد نشوف عدد المنتجين ونشوف عدد الشوط كم فيه من من عدد هجن اللي تركض ونحاول قد ما نركب في اشواط الانتاج ان يعني اشواط الانتاج بالذات يعني ان العدد ما يروح فيه اكثر من 30 مطيه او 25 مطيه، نحاول قد ما نقدر نركز على أشواط الانتاج، خاصه نعم. شوط الحقايق وشوط اللقايه، نحاول قد ما نقدر ان نركز على هذه، لان هاي الفئه هي فئه المستقبل، هي فئه راعي المطيه اللي يتعب عليها من الاساس، فهو ينظر لها نظره بعيده المدى، اللي هي في سن الاجداع والثنايا والحيل، فاحنا نحاول قد ما نوسع الشريحه هذه ويكون عدد الاشواط اكثر. نعم. فيها ايضا اسئله من عند محمد بن عبد الله بن ملهي لكن لين نقرأ كم رساله يا ابو عبد الله؟ خلنا بس نختار لين نرتب الفكره اذا في اسئله لابو محمد محمد عندكم. ابو محمد بالنسبه للمحل التاسع نعم اذا كان فيه وقت كافي بين المهرجانات يفضل اقامته تجهيزيا يمكن في ناس ما يروحوا الكويت يبغوا يجهزون. احنا حاولنا قد ما نقدر كل الامانه انت <applause> شوف الجدول عندك الحين احنا بنبدا في تاريخ اثنين اثنين وبنخلص شوف الايام اللي هي ايام فيها الركض حاولنا قد ما لو, لو نوصل لين 15 يوم بين فتره فتره ما وصل ويانا فانجبرنا ان يا نلقي التحدي وهذا يعني صعب ان نلقي التحدي عرفت شلون يا نركض التحدي في رمضان وهذا شيء بعد صح. صعب صح. صح. فما قدرنا في العمليه هذه لو في تنسيق من قبل مع اخواننا في الكويت صح. من من بدايه الموسم كان قدرنا نعمل الترتيب هذا لكن احنا تفاجئنا وركض الكويت جانا في وقت مشكور جانا في وقت يعني يمكن من مده ما يقارب يعني تقريبا حوالي اقل من اسبوع مع مع يعني مع مركز المؤسس او مع نهايه مركز المؤسس بلغونا الجماعه في الكويت اخونا حسين مال ابو وزارنا في الدوحه ني مشكور وجلسنا معاه وصار التنسيق بيننا وبينه فحاولنا قد ما نقدر واشتغلنا على هذا الموضوع بس في الامانه ما قدرنا نسوي الا نضحي بالتمهيد التاسع لكن التمهيد التاسع راح نعوضه ان شاء الله في المراكز الصيفيه وراح نعوضكم ان شاء الله في 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 بدايه الموسم للامانه يعني احنا قد ما نقدر ودنا نخدم وودنا نسوي لكن هذا اللي حصل معانا. ابو محمد انا في سؤال جاي بخصوص اليه مسايره الهجن وتحديدا استخدام القوامات في الشوط. صحيح. اسمع منك الاجابه. بعد الفاصل نذهب بكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير نعود من بعده لمواصلة هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم "برنامج الرئيس" مرحبا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ونرجع بأسئلتنا لأخونا اللي شرفنا الليلة السيد مبارك بن محمد بن بادي النعيمي للحديث أكثر عن هذه الأخبار واللي استعرضناها لكم منها جوائز السيف لأبناء القبائل هل الوطن وأيضا ضيوفنا الأعزاء شوط السيف راح تكون مجموع جوائز 10 مليون و500 ألف ريال قطري المركز الأول 5 مليون الثاني 2 مليون ونص الثالث مليون ونص الرابع مليون الخامس نص مليون التوتل عشرة مليون ونص والخبر الثاني السار بأن أشواط الرموز اللي هي الخاصة بهجنة بناء القبائل اللي هي الأشواط العامة راح تكون مفتوحة بدون تأهيل في سن الثنايا والحيل والزمول راعي السبوق اللجنة تقول مرحبا بك والميدان أيضا يرحب ايضا مساله السباقات او التاهيل لدرهام التحدي في اشواط الانتاج في السابق كان التاهيل للثلاث المراكز الان التاهيل سيكون للخمس المراكز الاولى في اشواط الرموز وبالتالي رموز الانتاج ستتاهل الخمس المراكز الاولى الى درهام التحدي ايضا الخبر السار اللي قال لنا اياه اخونا مبارك النعيمي بأن بعد ختام الموسم ان شاء الله بعد درهم التحدي ستنطلق السباقات الصيفيه، في السابق كانت هناك سباقات خاصه فقط في سن محدد اللي هو سن المفاريد ولكن من الموسم الجاي باذن الله في الصيف الجاي راح تكون السباقات لسن المفاريد والاضافه ستكون مع سن الحقائق الحقائق وستكون هذه السباقات تحت اشراف ومظله اللجنه المنظمه لسباقات اللجنة. سالتك ابو محمد عن تردد كثير عند اهل الهجن وخاصه الحين بعد بيكون السيف مفتوح بتكون اشواط الرموز مفتوحه فكل مالك اكيد انه بيدخل باكثر من اسم، هل هناك اليه على مساله المساير وتحديدا اللي هي المطايا اللي تستخدم كاوراق ضغط في بدايه الشوط اللي يبدا عليها تبدا عليها الاوامر المباشره من بدايه السباق، هل هناك اليه، هل هناك دراسه من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن لهذه الظاهره؟ شوف اخوي سعد احنا في سن يمكن الحقايق واللقايه والجذاع حاطين اليه المطيه اللي تقوم من الاستارت وتنضرب ويمكن هذه طبقناها السنه وكانت موجوده عندنا المطيه اللي تقوم تست... اللي تقوم كاستخدام لمطايا ثانيه هذه ندخلها فحص قسم العينات ويتخذ عليها اجراء كانها لو, لو هي مركزها العشرين يتخذ <applause> عليها الإجراء لانها داخله شوط رمز وبعض الهجن تدخل باستخدامها كزريق او ك ورقه ضغط ورقه ضغط على مطيه ثانيه. هذه يا سعد ممكن سعد يدش باربع مطايا يستخدم ثنتين ويخرب على فهد، فهد داش مطيه واحده وياثر عليه في الشوط. هذه احنا نستخدم لها اللي هي الاليه اللي هي ندخلها قسم العينات ونفحصها مثلها مثل اي مطيه في قسمها حتى لو هي خارج العشره ونطبق عليها القرامة ونطبق عليها كل شيء. بالنسبه للاشواط مفتوحة الثنايا وهذه المطيه اللي راح تستخدم وهي مطيه يعني فيها كزه يمين او يسار او هذه الاشياء هذه وهي مستخدمه من بدايه الستارت هذه راح نمنعها في المهرجان اللي بعده من المشاركه ولو جانا صاحبها راح يطبق عليه القرار الاجراءات هذه لانه لو وضع نفسه مكان مطيته في مكان المنافس اللي له راح يعترض على هذا الشيء، احنا نتمنى الكل يركض بطريقه احنا ما نمنعك بطريقه حضاريه حضاريه ما نمنعك انك ما تضربها بالضرب اللي هي مش الضرب يعني اللي المبرح المبرح اللي ممكن تخلي الناقه تعوص يمين او يسار او تخرب على الشوط ممكن تكلمها بالالي ممكن تضربها الدق الدق البسيط اللي احنا نعرفه او دق اللي هو متعودين عليه لكن الضرب اللي هو الضرب اللي من يوم تقوم الستارت للنهايه هذا شيء بالنسبه لنا ممنوع واحنا لو بنراقب هذا الشيء ولو وجد هذا الشيء راح نمنعها من المشاركه في المهرجان اللي بعده نعم اذا فهد كلام واضح يقول تقول للجنة أنا ما راح أمنع طبعا اللي يطبق في السن الصغير من سن الحقائق واللقاية والجداع هذه المطية اللي اللي يشوفون عليها استخدامها هذه تروح إلى قسم العينات وبالتالي تجرى عليها الفحص العشوائي فحص العشوائي يطبق عليها وأعتقد أن في حالة تم ضبطها في في مهرجان من <applause> الذاكرة إنزين هذه نقطة الكلام الحين على الأشواط المفتوحة اللي هي ما ريها فحص في سن الثنايا والحيل والزمون اللي ما عليها فحص <applause> الكلام من اللجنه واضح المطيه ما ما تمنعك هي حلالك وانت بكيفك حركه ولكن التحريك البسيط لكن في حال ان المطيه هذه عرقلت الشوط وعرقلت الاخرين وحدت من طموحات الاخرين ستبعد وتستبعد من المشاركه في قادم السباقات كلام واضح نعم صحيح وهناك ابو محمد في مراقبين من اللجنه المنظمه للشوط يعني في بعض المطايا يمكن تطلع في الشوط ولا ولا تحد في الشوط من نفسها فيدرون المراقبين للشوط انها ما تم استخدامها هذه جاتها وعكه يعني صحيح الحمد لله في وجود المراقبين احنا عندنا مراقبين صراحه في ناس مع بدايه الشوط وفي ناس مع اخر الشوط يراقبون كل صغيره وكبيره ولا عندهم يعني 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 ميول حق شخص معين او حق عزبه او شيء محايدين محايدين واحنا لو لو احنا علمنا ان هذا الناس انهم محايدين لشخص ثاني راح يعني يمنعون من من مسايره الاشواط هذه وراح يستبدلون باحد غيرهم لكن احنا وراء المطيه لو جانا وقال انا هالشيء هذا ما صار على مطيتي ولا شيء راح نعيد الفيلم له والتصوير وراح نثبت له الشيء هذا في حاله ان هذا الشيء ما صار عنده راح نعاقب الشخص اللي موظف اللي عندنا على هذا الشيء وانا واحنا كلنا ثقه نعم بو محمد والكلام هذا ما نقوله في وجهكم كلنا ثقة بنزاهة أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وندرك تماما بأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع صحيح لا ينحازون لأي شعار ولأي طرف ويقفون موقف الحياد صحيح ما عندنا شك هذا محمد هذا, هذا ترى القرار أو اللجنة في مصلحة ملاك الهجن صحيح هو لو لو أنه يمكن يمكن يضر في شخص معين لكن في مصلحة الجميع هو ما راح يكون ضرر للشخص معين على قد ما هو راح يكون يخدم جميع الملاك الهجن المشاركين في نفس الشوط هذا صحيح فالواحد يحط نفسه مكان اللي تعرقلت مطيته بسبه المطيه هذه العواصف يعني مسموح لها يعني من من, من انطلاقه يعني يمكن يضرب اول ما تنطلق المطيه إيه كيفك اللجنه اللجنه كلامها واضح تقول انا ما امنع لكن تطالب اللجنه يعني برجاء الملاك الهجن هذه بان اوكي كلمها بالجهاز دقها دقتين ثلاث بكيفك لكن في حال ابو محمد ان مطيتك عاصت في الشوط وقاعده تتكبّع وخربت على الهجن الثانيه المطيه هذه راح تستبعد بس بقول حاجه واحده نحترم ان شاء الله وجه نظرهم لكن بقول لك شيء اذا المسافه 8 كيلو طيب والمطايا اللي مقلطه في الشوط مطايه غاليه يعني على هلها على ملاكها نقوة نقوة الهجن يا جماعه الحين احنا عارفين في الركض يعني ضرب طال عمرك من الستارت هذه مطيه انا ما ابغى منها شيء اكيد انا بس بخرب الشوط نعم صحيح وهذه هذه رياضه يعني رياضه الاباء والاجداد والرياضه المفروض يحافظوا عليها الناس كلهم كل رجال يعني يقول في خاطره ما ابغى اشوف مطيه ساعة تنضرب ولا مطيه ثانية على الاقل الثلاثه كيلو الاولى ولا الاربعه يعني يكون فيه اليه يا اخي انا شاري مطيه ب 5 مليون ابغى ربنا ياخذ فيها 5 مليون سيف وانت عندك مطيه طال عمرك فتحت لي التاهيل وهذا يشكر عين اللجنه رأي طيب مطيه عندها كيلو او كيلوين فهمت ولا لا؟ ضربت على ناقد اللي ب مليون. يعني يعني اللي تقوله ابو محمد اللي فهمته منك ان تكون من ضمن الاليه نعم. ان اول كيلوين ما يصير فيها تحريك. في يعني ما يكون فيها تحريك. يكون في اليه مثلا آلية ما فيها سوق تنضبط مثلا لو ضربت سعد من مطاياك الخمسه ولا سته اللي في السيف في الكيلوين الاول حتى لو خاتمت السيف تمنع منه. يقول اسمح لي انت خابرت النظام ليش؟ لان أنا, انا عندي مطيه وانت عندك مطيه مبارك عنده مطيه وفهد عنده مطيه غاليه وهذا طال عمرك سيف والكل يتمناه ولا في سابقه في النهايه. يعني بضرب من تحت الحبل يعني اللي اللي من كلامك انك كنت تطالب بان اول كيلوين كم. ما يكون فيها تحريك اول ثلاثة كيلو ايش كيلو وين؟ اول ثلاثة كيلو فطامين دي ثلاثة 8 كيلو مسافة يا جماعة احنا متعودين كلكم على الركض وتعرفون الشيء هذا احنا متعودين دائما راعي المطية ما يضرب مطيته او ما يحرك مطيته الا في الكيلوات الاخيرة اثنين الكيلو الاخيره معروف نعم. يمكن الكيلوين الاولى كنا مسكر جهازها واذا بيكلمها بصوت بالجهاز لكن يضربها من بدايه الستارت هذا تخريب يعني على الشوط هذا 100% قاصد له مطايا معينه في الشوط او قاصد شيء معين فاحنا نبي نتلذذ في, في الركض نعم يكون المتابعه والفوز يكون في طعم حلو ومنافسه شريفه وبالعمليه اللي احنا نرقبها ويرقبونها المسؤولين ويرقبونها الهجن وفي ناس تراقبنا يعني دول ثانيه تشوفنا احنا لازم يعني الامور هاي يعني يكون لها اليه دقيقه ومرتبه ان الكل اللي يركض في هذا الشوط ناس يعني عندهم يعني رؤيه طيبه في هذا الشوط ان المنافسه منافسه شريفه والمقصد منها الرمز والاستلام على صاحب اللي صاحب اللي بيتوج هذاك اليوم نعم وتكون العمليه كلها طبعا هذه طبعاً, هذه بتكون نعم لها دراسه والله احنا كل واحد يخالفك الراي حمد بن علي القريصي الشاعر مسيب الخير يقول يا ابو مثل الضرب من البدايه اله من الات الركب يعني اداه من ادوات الركب وتعتبر من الموروث ومستحيل تنتهي لانها من ضمن الخطط الناموسيه. الهاشتاج الخطط نحترم الناموسيه نحترم رايه هو راي ان شاء الله راي سديد لكن احنا نقول لك الحين احنا شفنا في اكثر من حاله في اكثر من ركض مطيه تنضرب في اول كيلوين تقعد تصريع طال عمرك وجه الحلال صحيح وتعدم لها حلال صحيح هذه 8 كيلو وهذا سيف ورياضه شريفه ورياضه طال عمرك فيها منافسه على سيف صح والناس يشترون في مبالغ خياليه فانا اقول لك المطيه هذه اللي اللي استخدامها كلين او ثلاثه هذا اعتبرها صراحه في رايي انا الشخصي هذه ما راح تشارك هي راح تخرب الركض واحنا ودنا الركض لا يكون لا, هي لا ب... ابو محمد هي ما هي تخرب الركض هي رايحة تستخدم كورقه ضغط صحيح ما نختلف في الشيء هذا بس خليني بقول لك بعد الثلاثة كيلو اضغط لا بس بقول لك ابو محمد طبعا انت احنا الحين نتكلم على شيء جديد صح ولا لا؟ هي. في السابق كانت الامور واضحه ان اللي عندك استخدمه من اوراق في الشوط الكلام الحين هل الاليه هذه ستخدم الركض ولا لا اذا منع الضرب اذا منع الضرب فهو ثلاثه انا اقول لك انه راح يخدم الركض وراح تشوف ركض اطيب من الركض اللي راح وراح تشوف منافسه الى الامتار الاخيره ممتاز اذا الكلام عند اللجنه وان شاء الله كنت احنا <applause> نقول الضرب بس مو بالضرب الضرب القوي الضرب القوي ممكن تدق ناقتك تحرك ناكتك بس انك تشغل الالي عليها من الستارت لا ابو محمد احنا إيه شفنا مشاهد إيه والله الالي يدور قبل ما يرتفع الستارت أو نعم. هذا صار عندنا اي نعم صار. صار عندنا واحنا يعني الامانه احنا ما نبي هذا الشيء يتكرر احنا الرياضه هذه رياضه منافسه صح. شريفه والكل صح. يتابعنا والكل يشوفنا ويحضر ويحضرون شخصيات كبيره صحيح في ميادين مثل هذه المياده ميدان التحدي فاحنا نبي الكل يستانس والكل يفرح واحنا ما خلينا عمليه فتحنا العملية هذه <applause> الطريقة هذه نبي الكل صح يكون له يكون له يعني إن شاء الله يعني ناموس فرحة محمد وحنا نشكركم يا أبو محمد على على فتح المجال هذا والله يا أبو محمد أنا عندي ناقة تنافس ونبغي لها تاهيل الحين خلاص ما حمد. ما اخوي علي عذر ولا له عذر الباب مفتوح <applause> الحين قبل التاهيل حاطين نعم. احنا عذر عند ارواحنا بس احنا نحترم وجهه نظر اللجنه وكلنا مع اللجنه في اللي يساعدهم وحتى في ارائهم بالنسبه لشوط السيف نبغي له يكون له خاصيه غير عن الاشواط الثانيه اولا يحمل جائزه باسم مهرجان غالي الشيء الثاني الحلال اللي فيه غير عن الحلال الباقي من غير قصور، في حلال لو تعطيها له ليت الركض ولا اليوم 15 مليون ما راح يبيعك اياه. فبالنسبه للجنه وضعت شروط واضحه للمشاركين في, ال في الاسنان الباقيه اللي هي الاسنان اللي عليها فحص. قالوا والله اذا مطيه استخدمت في شوط مثلا جداع ولا اللقايه هذه راح نطبق عليها الفحص ونعرف انها دخلها رعيها التكتيك في الشوط حن شوط المفتوح الى الحين ابو محمد من رايي انه يكون فيها اليه واضحه اليه واضحه للمشاركين قبل قبل الشوط سالفه انه والله اذا بدق دق بسيط ما راح هذا شيء مخول له لكن اذا بيضرب هذا شوط سيف انا اذا رحت في الشوط سيف خلاص انا بضحي باي شيء اني احصل على السيف ده واذا بتعاقبني عقب السيف ما عندك مشكله اهم شيء اني احصل على السيف احنا كلنا عارفين واحد بيدخل السيف مطيه اكيد انه بي عنده كم مطيه يبغي عنده تكتيك احنا شفنا حلو 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 انا وضحت في البدايه اسمح لي ابو راشد اسمح لي انا بينت ان ان المطيه اللي تنضرب فيها طبع ولا راح تاخذ يمين او يسار او تقعد تعوص الشوط خلاص ابعدها راح أبو محمد أبو راح ابعدها اوكي انا ما عندي مشكله أنا, نعم. بدخل لي خامس عندي واحدة ابغى تاخذ السيف أي نعم تبتعد الأربعة ما السيف ما عندي مشكله راح تضرب مطيتك ومطيتك راح تستمر على على مسارها ما. هذا شيء راجع لك انها على بس احنا نتكلم ان ما حد وكلامه توضيح ابو راشد يقول لك بدخل خمس واحده بستخدمها بتقول انا باخذ السيف الأربعة تستبعدها ما عندي مشكله انا وضحت بدايه الكلام ان احنا نتكلم عن المطيه نقول حق الملاك او حق المضمرين اي مطيه راح تستخدم وهي فيها طبع راح تعاوص راح تعاوص الشوط او راح راح خلاص تخرب على الشوط هذه راح ابعدها اوتوماتيكيا انا, فتحت أنا فتحت انت فتحت التاهيل في الشوط نعم يعني انا ما ادري المطيه اللي بتاخذ السيف هي لاهلت نفسها في الشوط الاول واخذت السياره نعم تاهلت ما ادري شلون بتاخذ السيف هذا شيء اجراءاتكم ونحترم اجراءاتكم لكن ودنا انه يكون في اليه واضحه نعم أه واتفق مع سالم انه اذا حد بيشتغل ولا بيتكتك في الشوط يكون بعد كيلو ثلاثه. زين ما عليك الفرصه فرصة ما عليك ابو راشد انتم محمد انا وانتم الحاضرين والمشاهدين. طبعا انتم كلكم هالراك وتعرفون السباقات ولا انتم يعني اغشمه في هذا المجال. احنا نعرف ان من تقاليد اشواط السيوف سواء سيوف الشيوخ او سيوف الشعب. عندنا وفي الميادين الثانيه من طقوس الشوط وتقاليده اللي نشوفها التحريك في بداية المساء هذا نشوفه اليوم وشفنا همس وشفناه قبل أمس لكن اللي احنا نتكلم فيها الحين آلية جديدة صح ولا لا؟ صحيح الآلية الجديدة ما يقدر يحسن فيها الآن أو بكرة أو بعد بكرة لازم تكون في مشاورات ولازم تكون في اتمنى ان ونبي نشوف على الواقع بعد صح. على الواقع ممكن بكره على الواقع يختلف عن الكلام اللي احنا نقوله صح يمكن المضمرين او الملاك يتغيدون بنفسهم في و و وبعدين وبعدين حتى استبعاد المطيه المطيه بتستبعد نهائيا من المشاركه من السيف من السيف اي نعم بتستبعد من السيف ما عندي نعم. نعم. مشكله انا <applause> انا خلاص انا خيت السيف والاربع استبعدها ما عندي مشكله <applause> لا ما انت براضي على مطيك حن... انك تستبعدها من الشوط لا, لا محمد اسمعني أي... خلنا اقول انا اذا بدخل لي حلال في السيف وانت مشارك معي انا ما ابغى هذا كلها احنا عارفين كلهم اخوان المشاركين القصد اني انا عندي التكتيك واضح في الشوط وابغى استفز بعض الحلال اللي مطايا اللي بكونها بعرف انها يعني راح تضايق مطاياي في الشوط بحاول اني استفزها تندفع او اني بحاول اني ابعد الحلال الباقي معها من الشوط هذا اوكي هاي ما اختلفنا فيه لكن احنا نقول لازم يكون فيها اليه واضحه علشان يعني الكل يكون عارف الاليه اللي, اللي عليه بعد كيلو ثلاثه اذا انت بتضرب تحرك للشوط ما عندك مشكله يعني المطيه مرشحه للسيف خلينا نكون واقعيين مطيه مرشحه للسيف ومطيه سوق جات مطيه في الكيلو وانضربت جنبها من تسمع صوت الضرب تحركت تحركت تغير تخي... مغارها صحيح صح ولا لا صحيح. وحنا نبغى المتعه انا ودي بالشوط العمرك اللي ما تنحسم فيه المنافسه الا عند الامتار الاخير ممتاز احنا الحين ابو محمد وبراشد ابو <applause> محمد يتكلمون عن وضع اليه ايضا من الاليات المقترحه من الناس الحين جاتني رسائلهم يقول لك كم العدد او كم الحد الاعلى للمشارك مثلا سعد بن متلع كم يحق له يدخل في السير هل دخل اربع خمس ست سبع ولا مفتوح المجال؟ مفتوح المجال. اي مفتوح. اي نعم، المجال مفتوح، احنا ما حددنا سن معين ولا رقم معين. ما في عدد م... معين. لكن احنا نقول الفايزين خمسه <applause> خمسين بيطلعون برا، بس ما حد اليوم بيضحي بخمس يعني باربع مطايا بخمس مطايا خارج خارج المنافسه. صحيح. <applause> اي نعم. بس بعد كلامك سعد ممتاز، لو كان بعد اسيا مثلا انا سالم سندوان عندي اربع مطايا بدخلها في السيف. اي بس ابو محمد بقول لك ابو محمد ترى اللي يدخلون شوط السيف هل الثمان وهذه السبع مثل ما شفناهم ترى هم ملاك يدعمون الركض مثل ناصر المسند ومثل عبد الله العيده معك انا فيها. انا اقول ان ما نحط عدد اللي بقول السيف هذا الشوط بكيفه ترى الفايز خمس الفائز تفتح مجال خمسة. تحت حق انت بكيفك تبي تدخل 10 دخل, عشر دخل. اربع اكثر شيء انا ضد تحديد العدد نعم تحديد العدد ما دام الشوط انه مفتوح, مفتوح. تحت تاهيل فيه كل واحد بيدخل نعم اهم شيء يكون في اليه واضحه بيعطون فرصه حق هاي الاسامي اللي ذكرتها ولا المؤسسات الكبيره هاي اللي ذكرتها أيه. يعطون فرصه حق اللي مشاركين أيه. في أبو والسيارات محمد. محمد. انهم يستفيدون يستبيل العمليه زين بقول انا ما ودي تحطون اليه ليه ابو محمد؟ راح يناقش السبوق طال عمرك باي فرصه صحيح الله يرزقنا ويرزقهم ان شاء الله عشان العمليه تكون في توازن وفيه تكافؤ في الاشواط وفي تكافؤ في المنافسه، خلنا المجال مفتوح للكل. صحيح. ابو محمد الجائزه غاليه، الجائزه تحمل اسم سيف صحيح. الامير صحيح. الوالد ولا سمو الامير. يعني لو مسموح انه بيشارك الحاله كلها في العزبه من حقه الى حايل شفت هل... حلال بيشاركون. صحيح. نسبة اشوف أنا اكون ضد هل الحين مو م... مسين الليل؟ شوف أقول سي... الخبر سيف, سيف المؤسس أه... يمكن الترشيح اللي صار عليه يمكن اختلف صحيح انا سمعت سمعت تحليلكم يمكن في مطايا ما كانت مرشحه كلش ونافست على السيف على, صحيح على السيف صحيح عرفت شلون؟ فالمجال احنا من, من على ضوءها المجال هذا خلينا نفتح للكل ويصير فيه في تكافى في الاشواط وفي الشوط ويمكن مطيه ما لها تاريخ مثلا يمكن ذاك اليوم تحضر ويكون لها ركض طيب ويكون من نصيب رايها اما حصلت المركز الاول او جات المركز الخامس، المركز الخامس ألف يعني مو بشيء بسيط يعني. صحيح. فالعمليه مفتوحه للكل، لكن نقول الله يوفق الجميع وفي نفس الوقت بيصير فيه في تكافئ في الاشواط بالنسبه للاشواط السيارات الفتره الصباحيه والمسائيه بيصير في فرصه حق اخواننا الثانيين. آه. ايضا اخذ قبل ما اروح لل للفاصل تغريدات الاخوان افتح لي هاشتاج برنامج الرئيس وعيش لأن عندي أنا في في, في الأيباد في مشكلة من زمان أتمنى الإخوان يحلونها. حمد البريدي يقول مسيته بالخير الركض مثل الحرب والحرب خدعة وأي شيء من التخطيط اللي راح راح يخدمني راح أستخدمه أما ضرب من البداية ولا أي خطة تنفع بعد الله سبحانه. هذا كلام حمد الوريد يقول اللي على قولة المثل المصري اللي تكسبه العبوا. صحيح. إحنا إحنا قلنا لك إحنا ما نمنع إنه يستخدم مطيته. يضربها ولا صحيح. يكلمها ولا شيء احنا, احنا واضح واضح احنا قلنا المطيه اللي راح تخرب على مسار الشوط ان كانت في شوط الثنايا او شوط الزمول او شوط الحيل المطيه اللي بتخرب على الشوط او بتعرقل حركه الشوط هذه راح نبعدها في المهرجانات الثانيه صحيح ما حد ما حد يرضى انها بس هذا في شوط السيف ولا في الرموز كلها؟ في الرموز كلها احنا نتكلم لا احنا نتكلم جميع أشواط احنا امس في مطايا امس ركضت عندنا في اشواط سيارات ومنعناهم من المشاركه التمهيدي السابق منعناهم من المشاركه واحنا حاطين حتى في اللوائح عندنا في اللجنه ان المطيه اللي يكون عليها ملاحظتين في دورة, دورة الجنوبية الدورة الرئيسية تحول لدورة البصير في حالة أن تكرر منها شيء هذا نحذفها من السيستم طبعا فيه مجموعة من المغردين وأنا كررت هذا الموضوع في أكثر من حلقة يجيني مثلا تغريدات باسم شيخ نفسه هذا الألقاب من دون قصور فيك يا عزيزي لكن التغريدات راح اقراها للاخوان اللي بيغرد باسمه راح اقرا تغريدة اما تغريدات باسماء مستعاره ما راح تقرا، فيه مغرد باسم راشد الزبداني يقول ماذا عن الميادين الخارجيه ابو محمد باعتبار انك موجود. الميادين, الميادين الخ... اللي بتكون يعني في الدوله هنا. يا سالني اخوي فهدنا يعني. شوي ميدان الجنوبي اللي هو ميدان الم... لا لا ما اتكلم عن الجنوبي وميدان البصير، ماذا عن الميادين؟ هل انا اتكلم عن الجديد اي الميدان الجديد, الجديد نعم، الميدان الجديد طال عمرك عملنا دراسه وخرائط وتجهيز والحين عند المهندس عبد الرحمن المالكي في وزاره الثقافه والرياضه وراح يسلمنا اياه ان شاء الله بعد <applause> اسبوعين هذا الكلام اليوم يعني راح يسلمنا الخرائط وهذه وراح ننزلها مناقصه عندنا تقريبا حوالي اربع او خمس شركات ما شاء الله عارضين علينا انه يدشون مناقصه راح ينزل تندر مناقصه مغلق مغلفه مغلقه راح ننزلها في الجرايد راح نعلن عنها والشركه اللي بتفوز في المناقصه هي اللي بتدور في دوره دوره مباب الدوره الجنوبيه احنا شغالين احنا على على هذا الموضوع اليوم شغال اخوي عبد الله الكواري كنا نتكلم مع اخونا مهندس محمد المبارك مسفر الشهواني مهندس عندنا في في اللجنه منظمة صفقات الهجن كان يتابع الموضوع والموضوع اعتقد ان السنه بيبدون فيها كالدوره اعتقد يبدون في شهر ثلاثه مارس او شهر اربعه بيبدون في الشغل الدوره. ما شاء الله اذا راح تطرح مناقصه إيه نعم ستطرح. خلال الايام القادمه من خلال مناقصه رسميه إيه. وسيبدا العمل في المشروع في شهر مارس ان شاء إيه شهر الله. مارس راح يبدا المشروع في دوره مباب. ما شاء الله يعني شهر ثلاثة الجاي هذا ان شاء الله ان شاء الله هذا خبر طيب ايضا من الاخبار الساره اخوي العزيز مسند بن سعيد المري ابو سحيم يقول من كان لحيله ياخذ السيف بيسويها التدفيع من خطط استنزاف المنافسين وحق مشروع للمشارك الاليه اللي قالها مبارك هي الاليه الصح مرضيه لجميع الاطراف شكرا لك ابو سحيم عموما ما نبي ناخذ الموضوع هذا ياخذ اكبر من حجمه الاخوان طرحوا المقترح لاليه جديده اللجنه المنظمه لسباقات الهجن ايضا تحترم كل الاراء ستدرس هذه الاليه ولكن مثل ما قال مبارك بان الاليه اللي راح تكون متبعه في مهرجان سيدي الامير الوالد راح تكون المطيه اللي بيستخدمها راعيها بكيفه مطيته وتحت تصرفه ولكن في حال المطيه هذه عرقلت مسار الشوط وخربت على هجن ثانيه في الشوط راح تستبعد من المشاركه في شوط السيف نذهب بكم الى فاصل وقبل الفاصل نسمع هذه الاغنيه العمل الوطني المقدم من اخونا عايد بن غيده الحبابي ولحن عبد الله المناعي وايضا اخرجه او قام على انتاجه قناه الريان الفضائيه الى ان تجهز عندي لك سؤال ابو محمد تفضل الان مهرجان سيدي سمو الامير الوالد سترفع فيه عدد الجوائز قلنا 203 سيارات في مهرجان المؤسس اكثر من 220 سياره في مهرجان سيدي الامير الوالد. الاشواط كانت اعتقد 349 شوط في صحيح. مهرجان المؤسس. صحيح. كم العدد المتوقع الوصول له في مهرجان سيدي الامير الوالد؟ احنا والله لو على كيفنا نحط العدد هذا كله سيارات نه. ونزيده لكن على احنا مربوطين في ميزانيه معينه. صحيح كل مهرجان له ميزانيه معينه وكل مهرجان احنا نتعدى الميزانيه هذه كله له الاشواط في في الامير الوالد راح تتعدى الرقم هذا يعني راح تتعدى 349 نعم ممتاز هذا بعد خبر بعد وبعدد اكبر ان شاء الله ان شاء الله باذن شاء الله, الله. اذا ننتظر ان شاء الله الاخبار الساره ايضا من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن ميدان التحدي هذا العمل نتابعه ونذهب بعده الى فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال الحلقه من برنامجكم برنامج الرئيس يا مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مرة أخرى في برنامج الرئيس أحب أني أنوه بأن كان مقرر في هذه الحلقة أن نستعرض نتائج المرحلة الأولى من السباق المحلي السابع ولكن بإذن الله سنستعرضها في الحلقة القادمة لذلك نستسمح منكم يا الفائزين في الأشواط الرئيسية في سن الحقائق واللقاية والجداع أخوي الكبير ما بيقول أبوي أكبره ولكنه في مقام الأب اخوي العزيز ومضمر الهجن المعروف ومالك الهجن وقبلها كلها السنافي عبيد بن شينان المري ينضم الينا عبر الهاتف مرحبا يا ابو حمد وسعيدين بسماع صوتك. يا مرحبا يا متلع يا مرحبا يا مرحبا اخونا العزيز عبيد بن شينان حياك الله. الله يبقيك طول أمرك يا مرحبا وشلونك الله يحفظك. الله يسلمك شلونك شلون العيال والوالد والربع كلهم ابشر كلنا بخير يا ابو حمد وانت الان على الهواء مباشره تفضل يا مرحبا مسي عليك وعلى الربع اللي عندك يا مرحبا يا مرحب ابو حمد بالخير <applause> يا مرحبا <applause> بك يا ابو حمد تفضل الله يرحب يرحبك حبيت امسيكم بالخير واسلم عليكم بس يا مرحبا ابو حمد سمعت الموضوع الله في, في مساله اللي قايمين فيه نعم. لا لجنة ولا الإخوان المحللين ولا المقدم البرنامج جاكم تسلمون كلكم ووافين في كل ما قلتوا جعلك تسلم جعلك تسلم يا, ربطل جعلك ربطل تسلم يا الوافي دي. أبو حمد سمعت الكلام في مسألة الجوائز الطيبة جعل ربي يطول عمر سمو الأمير الله. وفتح الأشواط والتأهيل لأشواط الإنتاج وأيضا السباقات الصيفية للحقائق وللمفاريد أيضا الله يطول عمره آمين. ولا يبغيني تعال ابو حمد يعني اقولها وانتم تقولونها كلكم وبيض الله وجه لجنه وان يعني سباقين في الاشياء هذه كلها والله لا الريت ولا المريوت صحيح صحيح بيض الله وجهك ابو حمد سمعت موضوع اللي الاليه اللي ممكن تكون في شوط السيف احنا نعرف وانت من ملاك الهجن اللي دخلوا في اشواط السيوف واخذت السيوف على الذيبة ومنها مع منحاف وغيرها من الهجن الآلية في شوط السيف طبعا حنا نعرف <applause> أن في شوط السيف فيه هجن يكون عليها الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى وفي هجن لا رايحة لتأدية غرض شوف كلام الربع كلام كله الربع طيب أقول كلام الربع كله طيب وكلامكم صحيح بس شوط السيف يا أبو مثل يعني, يعني خلص ضرب بيني وبينك يعني انت منافس لي وانا منافس لك. يعني بتدخل انت يعني كلام رئيس لجنه هو صحيح ما بيتحكم في راعي الذلول. انت بتدخل اثنتين ولا بدخل اثنتين ودي اسوقها في البدايه ولا أسوقها انا اهم شيء اخرب عليك وخذ السيف. اهم شيء اني اخرب ون... قديلي. خربت صح. عليك وما اهم خربت... شيء اني انتصر. صح يعني هذا من تقاليد شو... شوط شوط السيف <applause> هذا حق مشروع للمشارك. <applause> اهم شيء راس انك تاخذ السيف هذا الشيء عندك صح اما انك تقول اعطيني وقت يعني إيه مطيتك دفاعه ولا تبغى اسوق عليها وانا ادري هذا دفاعه بعد أنا كيف تريكه وبتروح مطيتي لحوق من ورا عندي مطيه دفاعه بسوق عليك ليش الشيء هذا؟ صح اما اني يعني اسوق عليك مطيه حواصه يعني في البدايه اول تك... ما ينطق الشوط تحطط لا هذا لجنة هو عندك ابو محمد قال حنا ناخذ ناخذ قرارنا بالشيء هذا اما يتحكم اتحكم فيك وانت منافس بالسيف لا هذا مو بنظر ولا شوفه نظر صح يقول الشاعر لا صار مالك من ذراعك نجده شربك علي دين الرجال عماج نعم نعم صحيح مشكور يا ابو حمد وبيض الله وجهك ومشاركتك لا. تزيد من البرنامج وترفعه الله يطول عمارك ويسلم على روحك وعلى الله يطول عمرك سلامك وصل يا ابو حمد اعتقد التليفون <تصفيق> انقطع الله يطول عمرك على الربع اللي عندك الله يحييك يا بلغة يا بلغة. شكرا اذا <applause> لمالك آه الهجل المعروف ومضمر الهجل <applause> المعروف عبيد بن حمد بن شينان المري ومثل ما قال ابو حمد بان حق مشروع للمشارك انا عندي مطايا وانت عندك مطايا والميدان يا حميدان ابو حمد ابو محمد باقي عندنا خمس دقائق ايضا في خبر آه سمعناه و وتسربت لنا بعض الاخبار بخصوص بعض اهل الهجن اللي وده انه يهوي في مناطق الدوله، اعتقد بانه صار فيه اجتماع بينكم في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن وبين بعض الجهات المعنيه في الدوله لتخصيص ارض مكان موجود في مسيعيد اللي يحب انه يهوي ويروح هناك بهجنه. صحيح. اعطنا أه معلومات عن هذا الموضوع. احنا لاحظنا في الفتره الاخيره بعد عمليه الحصار على اهل الهجن ان الكل يبغى يروح يهوي. صحيح اللي يبي يروح في الشمال واللي يبي يروح جنوب واللي ذا احنا صار تنسيق بيننا وبين الاخوان في المكتب الهندسي مكتب البيئه مع ابو هادي اللي مسؤول منطقه العديد ومنطقه سعيد اه تكلم مع اخوي عبد الله محمد الكواني نائب الرئيس اه حددوا لنا ارض هناك اه تقريبا للناس اللي ينزلون فيها مو يعني تكون العمليه ما تكون عمليه بس متاحه للكل وين يبغى ينزل ينزل بعضهم, <applause> بعضهم عذر لانه يروح يهوي وبعضهم رايح ل... للتخييب فحدد منطقه هناك مكان يقدر ينزل فيها لمده اسبوع 10 ايام يلف بهجنه يدرب هجنه هناك يفحم هجنه ويردها مره ثانيه ميدان الشحانيه لا. فصار تنسيق بيننا وبينهم الشخص اللي يبغي يروح يهوي هناك ولا شيء يمر علينا كلجنه وعلى ضوءها نعطي رقم التليفون الشخص المسؤول هناك يحدد لنا المكان اللي ينزل فيه المكان اللي خصص من قبل المكتب الهندسي ومن قبل المسؤولين على المكتب الهندسي لهم البيئه وهذا الشيء احنا عشان خدمه لها الهجن ومساعده لهم قامت بهاللجنة اللجنه منظمه الهجن ونسقنا مع اخواننا في 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 منطقه مسعيد بيض الله وجهكم وهذا الشيء جي. بعد بيخدم اللجنة أنا, انا علي اخوي راح وخيم في مسعيد والله الهجر ركضت عنده فهل الهجن يعني دائما ودهم منهم يهون يروحون بهجنهم نعم. ومكان مسعيد بعد اعتقد ارض طيبه بعد ارض طيبه وبعدين هناك سباقات الخيل سباقات القدره فبعد الارض مناسبه هنا هذا يعني, يعني كلمونا اكثر من من شخص وكل الكل يبغى يروح يهوي ويحمل مطيته والمطيه تعرف في نقلها في السيارات وتهويتها وتغيير جو لها يساعدها على انها يعني تضمر زياده او انها تجهز زياده وهذا الشيء حق لهم فاحنا دورنا ان ننسق مع الجهات المسؤوله في هذا الموضوع وتتم التنسيق والعمليه الحمد لله تمت على الموافقه الحمد لله ايضا الكحه علي يا اخوي, إيه أخوي عبد الهادي أه بن ناصر بن شايق الشهواني يشكر سيدي سمو الامير على هذه المكارم الطيبه ويشكر اللجنه المنظمه لسباقات الهجن على الدور الكبير اللي تقدمونه لخدمه أه هل الهجن ولخدمه هذا أه الموروث الاصيل. والله هذا واجبنا يعني احنا ما ما نفتخر بهذا الشيء هذا واجبنا وحق اهل الهجن بيض الله وجهكم باقي دقيقتين انا دلعا. عندي سؤال ابو محمد وعندي تهنئه يا آه عندي سؤال آه. أخوي مبارك بخصوص بدايه البرنامج هذا الموسم سمعنا منها آه ان اللجنه على ضوء دراسه آه لجنه نظام ابو محمد اللي سمع اقتراحات ملاك اهل الهجن آه واخذ الاقتراحات اللي تساعد فاهل الهجن يسالون وين وصلت لجنه النظام هذه او اللجنه المشكله اللي اخذت اقتراحاتها الهجن وين وصلت اللجنه هسه قاعده فيها شوف احنا ابتدينا فيها يمكن من بدايه الموسم نعم وتاخرت ويمكن تاخيرها من احنا كلجنه نعم احنا ما نحملها اي شخص ثاني نعم اه لان كل يوم قاعد تكتشف شيء جديد او مقترح من من ملاك في هذا الموضوع احنا رفعناها للوزاره للمسؤولين في الوزاره القانونيين والاستشاريين وكل مالهم يعدلون فيها ويجتمعون معنا ونعدل معاهم ونعدل يعدلون في هذه اللائحة اللائحة هذه يعني المفروض إنها, تشو أنها, تكون جاهزة من بداية الموسم تأخرت لظروف ما لبعض التعديلات فيها اللجنة استعانت بناس قانونيين ذو اختصاص يعني في هذا الموضوع عندنا أخونا الحين حزام بن ناصر بن متخصص في هذه الشؤون شؤون قانون رجل قانوني موجود عندنا في في اللجنه المنظمه صفقة الهجن موجود لدراسه هذا الامور، الامور الحمد لله اكتملت كامله الحمد لله باقي الله. على بس انها تطلع للمشاركين وفيها طال عمرك اللي فيها فيها لجان اللي هي اللجان القانونيه واللجان الاستشاريه والامور هذه، هذه تابع تابعه لاخونا ناصر حزام بن ناصر بن مقارح واخوي عبد الله بن محمد الكوالي نائب الرئيس هم في اللجنه المنظمه صفقة الهجن موجودين هناك وهم هذه الموضوع عندهم هم وهي جاهزه واعتقد انها راح تتشكل قريب العمليه إن شاء الله. بس العمليه يعني يعني اقدر اقول ما اقول لك خلاص راح فيها تطوير لا انتهت انتهت العمليه لكن راح تطلع ان شاء الله تحمل قوانين جديده تحمل قوانين وتحمي وتحمي, وتحمي, وتعم وتحمي وتعم المشاركين تحمي المشاركين, وتحمي المشاركين وفي نفس الوقت تحمي حتى اللجنه نعم تحفظ حق, تحفظ حق اللجنه نعم وتحفظ حق المشارك زين الله. اخوي ناصر المسند ارسل رساله الحين رسالة, رساله صوتيه الحين استمعت لها ناصر المسند يقول من تقاليد اشواط السيوف استخدام الهجن بعضها على بعض اذا عندك مطايا مرشحه انا بستخدم هجن ضدك وانت اذا عندك هجن طيبه ضد هجني هذا الميدان صحيح هذا الموضوع يعني <applause> هذا حق مشروع محمد الجميع المشاركين يقول, يقول حق مشروع للمشاركين احنا ما منعنا من وهذا الشيء اللي قلتوه هذا قلتو الشيء اللي, قلت. اللي انا تكلمت عنه صحيح. انا اقول لك ما في احنا ما راح نحدد الشخص أربعة او ده. خمس او مطايا هذه صح ولا راح تحدد يسوق ولا ما يسوق ولا كيف رح ولا راح امنعك انك تسوق من بدايه سعيد المدخل ابو محمد انا اللي اقوله ان المطيه اللي راح تعرقل حركه السير الشوط راح تستبعد من المشاركه في اشواط السيوف مستقبلا <applause> راح تستبعد نعم. من المشاركه اللي تعرقل الشوط المطيه اللي, اللي تستخدم بالطريقه اللي اللي ممكن تاخذ يمين وتاخذ يسار وتعرقل حركه الحجن هذه راح نمنعها من المشاركة أما المطية اللي اللي راح تطلع على مسارها وسيدة ولا راح يصير عندها أي <applause> عوصة أو شيء إحنا ما نمنعها هذه حقه محمد، توضيح كلامي بس أنا مع أنكم ما تحددون عدد المشارك في السيف عندي عشر أبغى أشاركها في السيف أشارك لك المجال أوكي تهيل فتحت التهيل أنا أتكلم العواصة اكيد خلاص بلغ واضح أنا في ما راح ادخلها لكنك بتقول لي اذا بتشتغل على الشوط بتدقها دق ما عندك مشكله اذا بتضرب انا عذري جاهز بعد ما اخذ السيف تقول لي يا صالح انت عندك الناقه فلانية مستبعدها عذري من الحين جاء فلو نقول نحن بنحدد يعني مثلا مسافه معينه اذا بشتغل عقبها في الشوط ما عندي مشكله اوكي هذا وجهه نظري نعم ورايكم احنا وصلنا الى ختام هذه الحلقه نشكرك جزيل الشكر اخوي مبارك بن محمد طيب طيب. النعيمي طيب. على تشريفك لنا في برنامج الريس طيب. وبيض الله وجهك على نقلك لنا الاخبار الطيبه هذه الله يطول عمركم وانت وهل الهجن يستاهلون كذا وسيدي سمو الامير معودنا على هذا الشيء الله يطول عمره ايوه طيب. شكرا لك ابو محمد شكرا لك فهد بن علي المهندي طيب. شكرا لك صالح بن طيب. راشد الدعبه طيب. شكرا لك سالم محمد السندوانه اختم هذه الحلقه بابيات جاتني من القريصي حمد بن علي القريصي ما نقدر نقول له لا يقول السيف له يوم مهو بيوم اخذوه من راوي الرواية اللي يبيه ولجله يشوم ما عاد يبغي له وصاية يحط له قوامة تقوم فيها من السبق الكفاية واللي بيسرح همه اللوم بشين وجهه في النهاية أبيات للشاعر حمد بن علي القريصي صح الله لسانه شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمه لذلك الحين من فريق العمل لكم اجمل تحيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته